مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة اليوم الأخير في 2018، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجديدة تكون خير علينا وعلى النادي الأهلي، ويوصل إن شاء الله بطولاته وإنجازاته وأرقامه القياسية. سنة 2019 هيكون فيها طبعا تحديات كتير جدا للنادي الأهلي وللكرة المصرية بشكل عام. عاوز أقول لكم برضو على إحصائيات خاصة بسنة 2018 بتخص طبعا النادي الأهلي. النادي الأهلي بدأ السنة في يناير اللي فات بلقب السوبر المحلي على حساب المصري بورسعيدي بهدف دون رد سجله وليد أزارو، وفي الوقت الإضافي واللي طبعا أقيم وقتها اللقاء ده على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات. بعد كده أنهى النادي الأهلي برضو الموسم بطل لمسابقة الدوري العام بمجموعة من الأرقام القياسية، منها الأكثر تهديفا في موسم واحد، والأكثر تحقيقا للفوز في موسم واحد، والأكثر حصدا للنقاط في موسم واحد، وكمان توج اللاعب المغربي وليد أزارو بلقب هداف الموسم لاعب النادي الأهلي. كمان خاض النادي الأهلي في 2018 56 مباراة، منها 36 محلية و16 أفريقية وأربع مباريات عربية. طبعا في بطولة الدوري لوحده لعب النادي الأهلي 32 مباراة بواقع 20 في الموسم اللي فات و12 في الموسم الحالي، فاز في 25 مباراة، تعادل في أربع مباريات، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات فقط. وسجل النادي الأهلي سنة 2018 64 هدف، وتلقت شباكه 18 هدف، وكمان فشل في التسجيل في ثلاث مباريات بس. طبعا هداف النادي الأهلي في 2018 هو المغربي وليد أزارو، وبيجي بعديه طبعا وليد سليمان. أزارو ب 19 هدف، وليد سليمان 15 هدف. ودي كانت بقى إحصائية بسيطة كده لسنة 2018 مع النادي الأهلي. بإذن الله إن شاء الله في 2019 بقى نشوف الأرقام دي بتتضاعف، والبطولات كمان بتبقى يعني الدبل، ونشوف طبعا النادي الأهلي بيتوج بدوري أبطال أفريقيا. والنهارده كمان هيكون عندنا جوله في كل اتكتب وكل اللي اتقال عن النادي الاهلي في الصحف وكمان في المواقع، وكمان هنقول لكم كل تفاصيل التدريبات الخاصه بالنادي الاهلي النهارده استعدادا لمواجهه بيراميدز ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. هيكون كمان عندنا جوله كالعاده في السوشيال ميديا والاخبار العالميه والاخبار المحليه، وهيكون ضيفنا كمان النهارده الاستاذ خالد عامر الناقد الرياضي في موقع جريده اس الاسبانيه. وكالعاده البدايه دايما بتكون باهم وابرز عناوين حلقتنا النهارده. الاهلي واصل تدريباته استعدادا لمواجهه بيراميدز. المدير الفني يجتمع مع الجهاز المعاون لتحديد اولويات الفتره المقبله. الاهلي يجهز رمضان صبحي لمواجهه بيراميدز. وليد سليمان وحسام عاشور جاهزان لمواجهة الجمعة. مدرب فريق اليد الجديد: أعرف الكثير عن الأهلي وهدفي حصد جميع البطولات. اتحاد الكرة يرفض زيادة مكافآت المنتخب بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019. كلوب يدافع عن صلاح وبنجر يتغزل في قدرات النجم المصري. مشاهدينا نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نبتدي معاكم حلقتنا بأهم أخبار النادي الأهلي. رجعنا سريعا ونبتدي دلوقتي معاكم حلقتنا بأهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام: الخطيب يطالب صالح جمعة بالالتزام والتركيز مع الأهلي. الأوروغواياني تحدث مع كارتيرون واجتمع بيوسف وعبد الحفيظ ثلاث ساعات. 4 ملايين دولار لضم الشحات وظروف أسرية تجبر اللاعب على اللقاء بالقاهرة. الأخبار: لاسارتي يبدأ مهمة الإنقاذ مع الأهلي، الجهاز حزين لضياع نقطتي الداخلية وتجهيز رمضان لمباراة بيراميدز. الجمهورية: لاسارتي يبدأ الاستعداد للأفريقي، الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة الشحات. الأخبار المسائية: لاسارتي يستلم صلاحياته، المدير الفني الجديد يجهز مفاجأة لبيراميدز، وفتحي يغيب 6 أسابيع. المساء: لاسارتي أشعل تدريب الأهلي، تألق صبحي واللاعبين الجدد، ظهور مطمئن لوليد وأجاي صدمة لفتحي، الأوروغوياني اجتمع مع يوسف لرسم خارطة الطريق الجديد.
الشروق الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد التعادل مع الداخلية. لاسارتي يحدد خطة العمل مع الجهاز المعاون ويؤكد لمساعدي لدينا أزمة دفاعية والوقت يضيق ولدينا عمل مكثف. يوسف نجمع عدد من مباريات المنافسين في دوري الأبطال وأحمد فتحي يغيب عن مواجهة بيراميدز. روزل يوسف وبدأ المشوار لاسارتي. اليوم السابع لاسارتي يحدد الراحلين في الشتاء ويوسف يرجع التعادل مع الداخلية لإهدار الفرص. الوفد تجدد إصابة فتحي تزيد أزمة الدفاع قبل مواجهة بيراميدز. آخر كلام الأهلي عرض 54 مليون جنيه لضم الشحات. يوسف يلوم الحظ أمام الداخلية وعبد الحفيظ يتحدى سنفوز بالدوري. هنبتدي معاكم تفاصيل أخبارنا من الأهرام اللي قالت إن عكس اللي كان بيتوقعه البعض بدأ الأوروبياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يوم الأول في تمرين النادي الأهلي بوجه صارم وجدية كبيرة. عقد لاسارتي جلسة مع معاونيه وعبد الحفيظ في مكتب مدير الكرة في التتش واستمرت الجلسة لمدة 3 ساعات تقريبا واستمع فيها الأجوبة واضحة لأكثر من 35 سؤال عدها في ورق خاص أو بتخص طبعا نتائج المباريات اللي شاهدها في الفتره اللي فاتت للفريق وكمان بناء طبعا على اللي سمعه من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي. ودار اتصال تليفوني مطور ما بين لاسارتي وكارتيرون وناقش المدرب الجديد قيد اللعيبه الجداد مع عبد الحفيظ ورؤيته للعناصر اللي بيفكر في خروجها على سبيل الاعاره في فتره الانتقالات الشتويه. وطبعا بيبذل عبد الحفيظ جهود كبيره جدا للحصول على البطاقه الدوليه للانجولي جيرالدو ولرمضان صبحي عشان يأيدهم في قائمه الفريق وطبعا يقدروا ان هم يشاركوا في مباراه بيراميدز في مواجهه يوم الجمعه اللي جايه. عقد لاسارتي جلسه مع اللعيبه قبل التمرين وعرض فيها طريقه عمل وطريقه الخطه اللي هيشتغل بيها وانه مش بيقبل بالتهاون او بالاستهتار في المباريات. ومن ناحيه ثانيه عقد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي جلسه مساء امس مع لاعب وسط الفريق صالح جمعه. شهدت الجلسه دي تشديد الخطيب على صالح جمعه بالالتزام الكامل خلال الفتره اللي جايه وان اي تقصير أو أي مشكلة هتصدر منه هيرحل عن النادي لا محالة. كمان الأخبار المسائي قالت أن بيسعى الأوروغواني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لحسم عدد من الملفات الفنية الخاصة بالفريق بشكل سريع عشان يقدر يركز في مباريات الفريق اللي جاية سواء في الدوري الممتاز أو في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. عقد لاسارتي جلسة مع جهازه المعاون امبارح عشان يحط خطة التدريب خلال الفترة اللي جاية بعد توليه المهمة بشكل رسمي. شهدت الجلسة الحديث عن المرحلة اللي جاية ووضع جميع الترتيبات الخاصة بالوحدات الفنية والتدريبية واللي هيخضع طبعا ليها اللعيبة بالإضافة للحديث كمان عن كل الأمور الفنية المتعلقة بالفريق. ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. دلوقتي معادنا نشوف أخبار النادي الأهلي على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون في التتش. بوابة أخبار اليوم تدريبات بدنية قوية للاعب الأهلي تحت قيادة لاسارتي. بوابة الأهرام تفاصيل جلسة لاسارتي مع لاعب الأهلي على هامش ميران اليوم. الشروق أزارو يغيب عن ميران الأهلي بسبب نزل البرد. الأهلي يعلن جاهزية الحاوي وحسام عاشور لمواجهة بيراميدز. لاسارتي يركز على العرضيات ورفع الحمل التدريبي في ميران الأهلي. البوابة تدريبات خاصة ل 11 لاعب في ميران الأهلي. فيتو لاسارتي ينفرد بمحمد الشناوي في ميران الأهلي. الوفد الأهلي يحصل على الموافقات اللازمة لتنظيم بطولتي أفريقيا للطائرة. الموقع الرسمي ماركوفيتش أعرف الكثير عن الأهلي وهدفي حصد جميع البطولات.
نروح معاك كل التفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت على النادي الاهلي في مواقع الانترنت. ونبتدي مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان الرجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي عمل جلسه مطوله مع الجهاز المعاون جوه ملعب مختار التتش في الجزيره على هامش تمرين الفريق صباح اليوم، وشهدت جلسه لاسارتي مع معاونيه الحديث عن بعض الامور الفنيه الخاصه بالمرحله اللي جايه واللي بتشهد خوض مباراه بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه في اطار منافسات الدوري الممتاز. النادي الاهلي بدا تدريباته امبارح يوم الاحد تحت قياده لاسارتي واللي تولى المهمه بشكل رسمي عشان يقود الفريق فنيا للمره الاولى في مباراه بيراميدز المقبله. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان خصص مخطط الاحمال البدنيه في الجهاز الفني للنادي الاهلي اليخاندرو فقره للتدريبات البدنيه للاعيبه الفريق في التمرين الصباحي النهارده يوم الاثنين. بيستعد النادي الاهلي لمواجهه بيراميدز يوم الجمعه ان شاء الله على ملعب الدفاع الجوي في اطار مؤجلات الجوله الثامنه من منافسات الدوري الممتاز. شهد تمرين النادي الاهلي في بدايته خضوع جميع اللعيبه لفقره تدريبات بدنيه تحت اشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنيه قبل ما ينفرد اليخاندرو باللعيبه بره المستطيل الاخضر ويقودهم في خوض مجموعه من التدريبات البدنيه على مضمار الملعب. كمان بوابه الاهرام قالت ان عقد الاوروجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اجتماع مع الجهاز المعاون ليه على هامش تمرين الفريق، واتكلم لاسارتي مع الجهاز المعاون ليه في بعض الامور الفنيه الخاصه بالفريق والمواجهه اللي جايه قصاد بيراميدز والتحضير ليها. كمان حرص لاسارتي ان هو يعمل محاضره فنيه مع اللعيبه على ملعب التتش طالبهم خلالها بضروره بذل اقصى جهد للحصول على فرصه في المشاركه في المباريات وتحقيق نتيجه ايجابيه في المباريات اللي جايه. كمان الشروق قالت ان المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الاول لكره القدم في الاهلي غاب عن تمرين الفريق الجماعي النهارده الصبح بسبب اصابته بنزله برد شديده، واكتفى اللاعب باداء بعض التدريبات الخفيفه في الجيم على هامش تمرين الفريق النهارده بسبب طبعا ان هو بيعاني من نزله برد شديده زي ما قلت لكم. كمان اليوم السابع قال ان خالد محمود طبيب النادي الاهلي اكد ان الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور جاهزين لمواجهه بيراميدز في المباراه والمقرر ليها ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثامن في الدوري المصري الممتاز. كشف كمان الطبيب في تصريحات صحفيه بعد تمرين النادي الاهلي الصباحي النهارده ان حسام عاشور تعافى من الجدع في الانكل، وكمان اعلن ان وليد سليمان جاهز بعد ما تعافى من اصابته في الكحل. سوبر كورة كمان قالت ان خصص الاوروجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي فقرة للكرات العرضية في تمرين الفريق النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيرة استعدادا لمواجهة بيراميدز، وشهدت الفقرة دي تقسيم اللعيبة لعدة مجموعات في الجبهتين اليمين والشمال بالاضافة لعدد من اللعيبة جوه منطقة الجزاء لاستقبال الكرات العرضية وتسديدها جوه المرمى. وكمان لاسارتي وقف التدريب اكتر من مرة عشان يوجه لعيبة النادي الاهلي ويصحح الاخطاء الفنية والتكتيكية في بناء الهجمات من الخلف الى الجبهتين ومنها الى داخل منطقه الجزاء. وكمان قاد اليخاندرو مخطط الاحمال البدنيه تدريبات للاعيبه الفريق في التمرين الصباحي النهارده الصبح. كمان البوابة قالت ان قاد سباستيان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي تدريبات فنية خاصة لعدد من اللعيبة على هامش تمرين الفريق النهاردة الصبح يوم الاثنين. شهدت التدريبات تواجد كل من احمد الشيخ وهشام محمد ومحمد شريف ومحمد محمود عمرو السولية ميدو جابر ومروان محسن وايمن اشرف وجونيور اجايي ومحمد هاني، وركز سباستيان على ضغط اللعيبة على الكرة وسرعة نقلها ووقف الفقر أكتر من مرة عشان يوجه اللعيبة للطريقة الصحيحة. كمان فيتو قالت ان عقد لاسارتي المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي جلسه فنيه خاصه مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح. شهدت الجلسه حديث المدير الفني مع اللاعب على بعض الامور الفنيه بعد مشاركه اللاعب في التقسيمه. هينضم لينا دلوقتي هاتفيا الزميل كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي عشان يطمنا على تدريبات الفريق النهارده. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي. اهلا بيك، كل سنه وانت طيب، وعايز اعرف منك النهارده تدريب الفريق كان عامل ازاي في اخر يوم لينا في 2018. كل سنه طيبه طبعا، واكيد نوجد سنه طيبه لكل جمهور واعضاء النادي الاهلي. اكيد زي ما انت عارف يا شيماء مباراه بيراميدز لها حسابات فنيه خاصه ولها استعداد خاص ليها الجهاز الفني ولاعبي النادي الاهلي. مباراه ستكون على استاد الدفاع الجوي يوم الجمعه،
للاسف طبعا المباراه بدون جمهور، كنا بنامل يكون جمهور النادي الاهلي متواجد في هذه المباراه نظرا لتواجد فريق بيراميدز في المركز الثاني، وايضا كمان لوجود الجمهور النادي الاهلي، وفي احتياج كبير جدا لاعبي النادي الاهلي للجمهور خلال الفترات القادمه. لكن خلاص يمكن النادي الاهلي متعود على هذا الامر، في ظروف كثيره جدا النادي الاهلي قابلها خلال الفتره الماضيه. ان شاء الله باذن الله هذه المباراه اداء ونتيجه مع مستر لاسالتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي تكون انطلاقه جديده للمدير الفني وايضا كمان لفريق النادي الاهلي في ثوبه الجديد. النهارده كعاده فريق النادي الاهلي بدا في الساعه 10 صباحا قبل المران، مستر مارتن لاسالتي كانت في محاضره فنيه للاعبي النادي الاهلي للوقوف على ابرز نقاط القوه والضعف لفريق نادي بيراميدز، وايضا نقطه مهمه جدا كمان واضح من الراجل كان شغال على فريق نادي بيراميدز خلال الايام الماضيه اللي ما كانش متواجد فيها بشكل رسمي فريق النادي الاهلي، يمكن شاف اكتر من مباراه يعلم بعض من نقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز، وده يمكن النهارده اللي كان ظاهر بشكل كبير جدا يا شيما في التدريب. التدريب النهارده كان في اكتر من فقره تدريبيه، فقرات بدنيه، فقرات تصويب على المرمى، فقرات يمكن للارتقاء بالتسلل والكره واستفانه تحت ضغط، وفقرات كثيره جدا النهارده. النهارده كان المران استغرق ساعتين الا ربع، ويمكن اول مره بنشوف من خلال فترات الماضيه النادي الاهلي ساعتين الا ربع تدريب بشاق، تدريب قوي جدا، لكن اكيد كان في استفادات فنيه كثيره جدا. على يمكن لو بنتكلم على رمضان صبحي، جيراردو، محمود وحيد، كل اللعيبه طبعا والصفقات الجديده في تركيز كبير جدا عليهم خلال تدريب الامس واليوم. والنهارده كمان لو بناكد رمضان صبحي كان في توجيه كبير من مستر مارتن لاسالتي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه، واضح ان رمضان هيكون له دور في مباراه بيراميدز. يمكن ده اللي احنا شايفينه يا شيما من خلال تدريباتنا في عدد من لاعبي النادي الاهلي، من الصفقات كمان بالتحديد لو بنحدد صفقات النادي الاهلي الجديده يكونوا متواجدين في مباراه بيراميدز. زي ما قلنا مباراه مهمه، ومباراه النادي الاهلي يمكن بيدخل هذه المباراه فاقد نقاط في مباراه الداخليه، لكن مباراه مختلفه بشكل كبير جدا عن كافه مباريات الدوري العام. فاكيد ان شاء الله باذن الله بنتمنى النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. الفرق طبعا مش كبير، النادي الاهلي لسه عنده اكتر من مباراه مؤجله، لكن هذه المباراه هتفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وايضا جمهور النادي الاهلي. في نهايه المران كانت يمكن 15 دقيقه لمستر مارتن لاسالتي، مستر ستيفن يعني المدرب الخاص بفريق النادي الاهلي على الكرات العرضيه، وده يمكن اللي يمكن بيركز عليه بشكل كبير مستر مارتن، وواضح ان هو شاف المباراه الاخيره مباراه الداخليه وشاف اهدار الفرص. صحيح كان في تركيز النهارده على طريقه انهاء الهجمات. بالظبط يا شيماء، يمكن هو الراجل كان بيأكد ان لابد يكون في استغلال الهجمات بشكل امثل، باص يبقى بسيط سريع، الوصول للمرمى باقل عدد من الباص، ده مأكد عليه ويمكن مركز عليه بشكل كبير جدا. رمضان وجيرالدو النهارده كانوا ظاهرين بشكل رائع، احمد حمودي ومروان محسن ومحمد محمود النهارده كانوا ليهم شكل رائع واداء، والراجل يمكن حياهم اكثر من مره في الملعب، في تركيز كبير، في حماس لكل لعيبه النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا يا شيماء الاستقرار الفني مع الجهاز الفني، خلاص الامور خلاص بتستقر وبتتجه في الاتجاه الصحيح، دور كبير جدا لعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. مستر مارتن، كابتن يوسف، كابتن سعيد، كله بيقوم طبعا بدوره في مجالاته. كابتن سعيد مدير كره، مستر مارتن وضع خطه تدريبيه، واضح برنامج كبير خلال الفتره الماضيه بدا والفتره القادمه بدا من النهارده. زي ما اكدنا وقلنا يمكن ساعتين الا ربع عدد كبير جدا من التدريبات، لكن كلهم كوره، كلها فقرات تدريبيه، ما كانش في اي وقت ضايع خالص. ويمكن ده اللي بيدي بشره امل ان الراجل حاطط هدف عايز يطور خطه النادي الاهلي، يشوف تكتيك جديد في الملعب. مش قادرين طبعا ان احنا نقول النهارده شفنا ايه بالظبط في التدريبات، لان واضح ان النهارده كان في بعض الجمل التكتيكيه المهمه جدا لمستر مارتن لاسالتي، لكن الامور يا شيما بالنسبه للاعبين الحماس والتركيز شايفينه في لعيبه النادي الاهلي، عارفين اهميه هذه المباراه، مباراه يمكن مشترفه النادي الاهلي لان بيراميدز هو صاحب المباراه، لكن كنا بنامل زي ما قلنا يكون في جمهور في هذه المباراه الفتره اللي جايه. المباراه اللي جايه باذن الله تكون اتحاد الكره والامن باذن الله يسمح لجمهور النادي الاهلي ولو بعدد قليل جدا. صحيح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان النهارده متواجد في تدريب النادي الاهلي الصباحي في اخر تدريب في 2018. ان شاء الله زي ما قلنا 2019 يبقى وشها حلو على النادي الاهلي، والنادي الاهلي يقدر ان هو يحصد كل البطولات اللي بيشارك فيها. نرجع مره ثانيه لاخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل لموقع الوفد اللي قال ان رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي اكد ان النادي الاهلي تلقى الموافقات اللازمه من الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري للكره الطايره عشان ينظم النادي الاهلي بطولتي افريقيا للطايره رجال وسيدات خلال شهر مارس وابريل المقبلين بعد موافقه مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب على تنظيم البطولتين. اوضح كمان ان العمل على تنظيم البطولتين
بيجرى على قدم وساق، حيث تقام بطولة أفريقيا للسيدات خلال الفترة من 14 ل 26 مارس اللي جاي، وتقام بطولة الرجال خلال الفترة من 30 مارس ل 11 ابريل. أشار كمان عبد القادر إلى أن مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب بيتطلع لتنظيم البطولتين وفقا للمعايير العالمية كما حدث خلال الموسم الماضي، بعد تلقي النادي لإشادة كبيرة بنجاحه في التنظيم والتأكيد على قدرات النادي ومكانته في تنظيم الفعاليات والبطولات العالمية. مكملين معاكم من الموقع الرسمي للنادي الاهلي، وسلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره اليد الرجال في النادي الاهلي عبر عن شعوره بالفخر الشديد لتولي مهام تدريب الفريق، واكد ان هو يعرف النادي الاهلي كويس قوي وعارف مكانته وعارف طبعا الفرقه قد ايه هي مهمه، وقال ان النادي الاهلي بيضم فريق صاحب تاريخ وجماهير كبيره في مصر وفي افريقيا، وقال ان هو حصل على معلومات كافيه عن الفريق وبقى عنده انطباع طيب عن الصالة المغطاة وعن وحدة الجيم، بالإضافة للكلام عن سعادته أنه في الفريق 7 لعيبة في صفوف المنتخب الوطني، وقال كمان أنه بيتطلع لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب، وهو عارف كويس قوي أن جماهير الفريق بتدعمه بقوة لتحقيق الهدف ده، وقال أنه هيطالب اللعيبة بالقتال داخل الملعب للتتويج بالبطولات وبالألقاب. وقال كمان ماركوفيتش أن الفوز ببطولات أفريقيا جي على رأس أولوياته في العمل، وأنه هيبذل كل جهده عشان يحقق الألقاب ويقود الفريق بالشكل اللي يرضي طموحات المسؤولين وتطلعات الجماهير. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا لازم كملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع، اتحاد الكرة يرفض زيادة مكافآت المنتخب بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019. فيتو لائحة مالية جديدة للمنتخب الأول بعد أمم أفريقيا. الشروق، اتحاد الكرة يجتمع السبت لمناقشة ملف ملابس المنتخب وترتيبات أمم أفريقيا. اليوم السابع، اتحاد الكرة يفاوض غانا والسنغال والكاميرون لمواجهتهم وديا قبل أمم أفريقيا. سوبر كورة، الجبلية تدرس إقامة مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة في الصعيد. الشروق، كلوب يرد على منتقدي صلاح لا نمتلك غطاسين في ليفربول. الفجر، فينجر يتحدث عن أسوأ لحظة في حياة محمد صلاح. أس، دفاعا عن محمد صلاح فان ديك يكشف تفاصيل أزمته مع سوكراتس. سكاي نيوز، صفقة مودريتش تعود للواجهة وإنتر ميلانو يعترف. سبورت 360، أسكول تشيلسي في صفقة تبادلية ضخمة. كورة، برشلونة يتفق مع رابيو. نروح سريعا لتفاصيل أهم الأخبار ونبتدي مع الأخبار المحلية. في اليوم السابع، لآلة أن اتحاد الكرة رفض زيادة مكافآت لعيبة المنتخب الوطني الأول بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019 بجانب تونس عن المجموعة العشرة. أرجع مجلس إدارة اتحاد الكرة الرفض بسبب أنه لما تم وضع لائحة مكافآت بطولة أمم أفريقيا في 2017 كان في اتفاق على استمرارها لحد 2019، عشان كده قرر المجلس صرف مكافأة التأهل زي ما هي من غير أي زيادة. طبعا اللائحة دي بتنص على حصول كل لاعب على إجمالي ما حصل عليه طوال مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا على أن يتم صرفها بعد مباراة النايجر في الجولة الأخيرة في شهر مارس. كمان الفجر، قالت ان ايهاب لهيطه مدير المنتخب الوطني الاول كشف عن نيه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده المكسيكي خافيار اجاري لاعداد لائحه ماليه جديده للفريق بعد انتهاء الفريق من المشاركه في بطوله امم افريقيا 2019 واللي بتنطلق في شهر يونيو اللي جاي، واللي بتتنافس طبعا مصر على استضافتها مع جنوب افريقيا. تابع كمان لهيطه ان مكافئات التاهل لبطوله امم افريقيا 2019 هيتم صرفها للعيبه بعد انتهاء المباراه الاخيره في التصفيات قصاد
استاد النايجر واللي هتقام في شهر مارس اللي جاي، ويحصل كل لاعب على مكافأة بحسب نسبة مشاركاته في مباريات التصفيات. كمان الشروق قالت ان مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني بوريده قرر ان هو يعمل اجتماع يوم السبت اللي جاي في مقر الجبليه عشان يناقش عدد من الملفات المطروحه في الفتره الحاليه، ومن المنتظر ان يناقش اتحاد الكوره عدد من الملفات المهمه وعلى راسها ملف مزايده الملابس الخاصه بالمنتخب الوطني الاول مع نهايه تعاقد الشركه الحاليه مع المنتخب وترتيبات طبعا استضافه امم افريقيا 2019 ودعم الفروع والمناطق. كمان اليوم السابع قالت ان بيسعى اتحاد الكوره لاتمام الاتفاق في المباريات الوديه اللي هيخوضها الفراعنه قبل امم افريقيا 2019 بعد ما تم الاتفاق مع خفير اجاري المدير الفني للفراعنه على توقف الدوري 15 يوم قبل البطوله وخوض وديتين او ثلاث وديات. بيفاوض اتحاد الكوره منتخبات غانا والكاميرون والسنغال لمواجهه منتخب فيهم وديا في يونيو اللي جاي مع البحث طبعا عن منتخب اخر بيقع في تصنيف اقل لاعداد الفراعنه قبل البطوله، وهيكون المنتخب مطالب بالفوز باللقب بعد التاهل طبعا للمباراه النهائيه امام في امم افريقيا في الجابون 2017. بيدرس اتحاد الكورة كمان إقامة مباريات المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في الصعيد وتحديدا في أسوان تعويضا عن عدم إدراج الصعيد ضمن ملفات استضافة أمم أفريقيا للكبار. وبيفكر اتحاد الكورة جديا أن تقام مباريات مجموعة مصر في القاهرة أو اسكندرية وتقام مباريات المجموعة الثانية في أسوان، وده اللي هيتم حسمه خلال الفترة اللي جاية. الشروق كمان قالت ان الالماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي علق على الانتقادات الكبيره اللي تلقاها نجم الفريق محمد صلاح بسبب ركلات الجزاء اللي بيحصل عليها في الدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج. قال يورجن كلوب ان ليفربول لا يمتلك غطاسين للتحايل على الحكام للحصول على ركلات الجزاء، لم ارى الواقع بشكل واضح ولكن الحكم كان في الواقع قريب جدا. وقال كمان ضربتي جزاء صلاح امام نيوكاسل وارسنال لم يكن يمثل فيهما، لقد اتخذ الحكم قراره ولكن ماذا يريد الجميع؟ هل يريد دماء لاحتساب ركلات جزاء لنا؟ وشدد كلوب ان محمد صلاح لم تمنعه اذا لم يوجد شيء يمنعه فانه سيسدد الكره للمرمى ويسجل الاهداف والجميع يعلم انه رائع للغايه في هذا الامر. كمان الفجر قالت ان ارسن فينجر المدير الفني السابق لارسنال الانجليزي اتغزل في قدرات محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي، واكد كمان ان محمد صلاح من نوعيه نادره بفضل قدرته على تسجيل الاهداف وصناعته للاهداف بمعدلات عاليه جدا زادت كمان في 2018. قال كمان فينجر ان محمد صلاح بيملك القدره على صناعه الاهداف وتسجيلها بمعدلات عاليه، وقال كمان اعتقد ان اي مدرب يمتلك صلاح هيكون سعيد بوجوده. وقال ان او اتكلم عن اصابه محمد صلاح في نهائي دوري الابطال قصاد ريال مدريد، قال كان سيء الحظ لان الاصابه في هذا التوقيت حرمته من ترك البصمه اللي يستحقها في كاس العالم مع منتخب مصر، لكنه عاد اقوى مما كان مع ليفربول هذا الموسم. أسل الأسبانية قالت أن فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي اشتبك مع سوكراتس مدافع فريق أرسنال بعد حديث الآخر مع محمد صلاح خلال مباراة الفريقين اللي أقيمت يوم السبت اللي فات في الجولة 20 من البريمير ليج. وخلال خروجه من الملعب ما بين شوطين المباراة لقى مدافع ليفربول زميله في الفريق النجم محمد صلاح وهو بيحاول تجنب الدخول في أزمة مع سوكراتس واللي كان بيتهم محمد صلاح بالخداع، وقال كمان أن سوكراتس احتج تجاه اللاعب المصري لما اللعيبة كانوا ماشيين في النفق اللي بيودي لغرفة خلع الملابس قبل ما يقرر فان دايك ان هو يتدخل، وقال فان دايك ان هو حب ان هو يساعد زميله وقال انا رأيت انه ذهب لمو وقال انه ادعى السقوط لكني اردت القول انه لم يفعل ذلك. وقال كمان من الواضح ان الجميع جاءوا حولنا وبدا الامر كما لو كنا نقاتل او شيء لكننا لم نكن كذلك، اردت فقط ان اتحدث معه لكن هذا يحدث في كرة القدم.
كمان سكاي نيوز قالت عاد الحديث مرة أخرى عن انتقال نجم خط وسط فريق ريال مدريد الأسباني منتخب كرواتيا لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم للدوري الإيطالي بعدما كشف نادي انتر ميلانو عن حقيقة شائعات مفاوضاته مع اللاعب للحصول على توقيعه وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. قالت تقارير عن المدير الرياضي لانتر بييرو أوسيلو كشف خلالها أن فريقه كان بيسعى للتعاقد مع النجم الكرواتي خلال الصيف اللي فات لكن النادي لم يتقدم بعرض رسمي لإدارة نادي ريال مدريد أو للاعب نفسه. وقال كمان أوسيلو التعاقد مع لوكا مودريتش كان حلم كبير بالنسبة لنا وقد طرحوا بعض الوكلاء علينا لكننا رأينا أن هناك صعوبة كبيرة في ضمه. وكشف أن وكلاء عرضوا ضم مودريتش بدعوى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد وفي البداية أصابتنا الدهشة من هذا العرض لكننا لم نفاوض ريال بشكل رسمي. كمان سبورت 360 قالت ان اكدت التقارير على ان فرانشيسكو اسكو صرح بانه مش هيسيب نادي ريال مدريد الاسباني في يناير ولكن كان اقل وضوح بشان الصيف. وقالت التقارير ان اسكو اللي بيبلغ من العمر 26 عام تم تخصيصه كواحد من خلفاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما رحل عن ريال مدريد ولكن منذ وصول المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري لم يحدث هذا الأمر. وقالت التقارير أن سولاري بيهمش أسكو بشكل واضح ولم يشارك اللاعب منذ وصوله سوى عدد من المباريات المعدودة ولم يسجل غير هدف واحد في الدوري الأسباني في هذا الموسم. وذكرت أن أسكو قد ينتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي اللي جاي في صفقة تبادلية مقابل تعاقد نادي العاصمة الأسبانية ريال مدريد مع النجم البلجيكي إيدن هازارد. وكمان قالت التقارير أن إيدن هازارد هو الهدف الرئيسي بالنسبة للنادي الملكي ريال مدريد ومش هيفارط ريال في خدمات أسكو إلا إذا كان في صفقة تبادلية بالتعاقد مع البلجيكي. كمان موقع كورة قال ان اتفق لاعب وسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو مع برشلونة الاسباني على الخطوط العريضة لعقد انتقاله للفريق الكتالوني فيما يتعلق بالراتب وبالمكافآت. وشددت التقارير ان قصة رابيو قد تتطور هذا الاسبوع على الرغم من عدم وجود مفاوضات في الوقت الحالي ما بين برشلونة وباريس سان جيرمان. من جانبها اكدت صحيفة لوكيب الفرنسية انه على الرغم من النفي المتكرر من المحيطين باللاعب الفرنسي الا ان في مفاوضات مع النادي الكتالوني قد تنتهي للاتفاق بالتعاقد. وتشير الصحيفة إلى أن هناك أندية أخرى لم تصرف النظر عن فكرة الحصول على خدمات رابيو وأنه في هذا الصدد كان في مقابلات مع أندية ليفربول وتوتنهام واليوفنتوس. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم اللي اتقال واهم اللي بيخص عالم الساحره المستديره والنادي الاهلي كمان اكيد. وهنبتدي بقى النهارده بخالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي كتب على تويتر قبل نهايه 2018 كل التقدير لكل شخص اهداني من وقت ولحظه جميله كل الود لكل من دعا لي بظهر الغيب وخالص اعتذاري لمن تحمل اخطائي وعثراتي احيانا ورحمة الله على والدي وكل حبيب غادر دنيانا وترك ذكرى تظل في قلوبنا. أتمنى لكم سنة خالية من الأوجاع مليئة بالسعادة والحب ورضا الله. كمان كتب محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله 2019 تكون سنة أحسن وسعيدة على النادي الأهلي العظيم وعلى جمهوره. كتب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على الفيسبوك لقد كان عاما مليئا بستر الله أعترف أن الله أعطاني أكثر مما استحق وأكرمني أكثر مما اجتهدت وكان معي أضعاف المرات التي ناديت بها ولم يتركني رغم أني ابتعدت ولم يخذل ظني الجميل به رغم أن ظني كان في كثير من المرات أشبه بالمستحيل. وأعترف أنني لو أشكره أبد الظهر ما أوفيته عظيم صنعه معي وكرمه علي ولطفه بي. اللهم أدم نعمة ستر ولطفك علينا يا الله. شركة Presentation Sports بقى راعي رسمي للنادي الأهلي والكرة المصرية نشرت صورة على تويتر بملخص مبدئي للميركاتو الشتوي وصفقات تدعيم صفوف النادي الأهلي لحد دلوقتي رمضان صبحي جيرالدو محمد محمود ومحمود وحيد.
نروح للفنانة جميلة التونسية هند صبري اللي احتفلت بالعام الجديد ونشرت صورة ليها مع محمد صلاح وكتبت 2018-2019 5-1. كمان طبعا كان بتتكلم على المباراة مباراة ليفربول والجانرز اللي انتهت 5-1 لصالح ليفربول الانجليزي. كمان نشر عمرو وردة المحترف باوك اليوناني فيديو على الانستغرام بيهني فيه الجمهور بالسنة الجديدة. تعالوا نشوف. Happy New Year for all Pauk fans. عيد سعيد in Egypt. كالي خرونيا. I wish all the best. كي بابا مزيد بروتاتل ماك الكيب الله. أما الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر فنشر فيديو وقال رسالة لكل جماهير كرة القدم حول العالم. كمان احتفل أنجولي جوبرتو لاعب النادي الأهلي السابق بعيد ميلاد زميله في النادي الأهلي برضو فلافيو ونشر صورة ليه على تويتر مع بعض وكتب ما عشنا معا يا أخي هو ما تصنع منه الأحلام عيد ميلاد سعيد فلافيو. كمان نشر سيرخيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي على تويتر صورة من مباراة امبارح مع ساوثهامبتون واللي انتهت بفوز السيتي 3-1 وكتب مهم أن ننهي العام بفوز شكرا جزيلا لكل من سافروا لدعمنا. كمان فرناندينيو نشر على انستغرام صور من المباراة وكتب معا هكذا نفعلها جيد أن نعود مرة أخرى. نشر كمان لينغورد لاعب مانشستر يونايتد على تويتر صورة من مباراة امبارح مع بورنموث واللي انتهت بفوز المان يونايتد 4-1 وكتب يا لها من طريقة ننهي بها 2018. نشر كمان ديفيد دخية حارس مانشستر يونايتد صورة من المباراة على تويتر كتب فوز جيد ننهي به العام نراكم في 2019. كمان احتفلت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد على تويتر بعد ميلاد سير أكس فيرغسون أشهر مدرب للفريق وكتبت عيد ميلاد سعيد لأسطورة مانشستر يونايتد. كمان نشر اللاعب المعتزل رايو فيرديناند صورة مع سير أكس فيرغسون على الانستغرام وكتب عيد ميلاد سعيد يا رئيسي أتمنى لك العمر المديد والسعادة وابتسم دائما واعتني بنفسك. نشرت صفحة بلاتشر على الانستغرام صورة أو صور لأبرز لحظات السير أليكس فيرغسون مع الريد ديفلز وكتبت عيد ميلاد سعيد لأسطورة مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون. أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي نشر صورة على تويتر من مباراة كريستال بالاس اللي فاز فيها جلوز 4-1 وكتب ليس هناك طريقة أفضل لننهي بها العام من الثلاث نقاط شكرا جزيلا لكم على دعمكم الرائع طوال 2018. جيمس ميلنر لاعب ليفربول احتفل بالسنة الجديدة كتب على تويتر لقد كان عاما رائعا ولكن دعونا نأمل أن يجلب عام 2019 شيء مميز. كمان لاعبة نادي أولمبيك ليون والمنتخب الفرنسي لكرة القدم أوجين لي سومر واللي ختمت سنة 2018 أجمل ختام وتلقت عرض بالجواز من ساعات واحتفلت على تويتر ونزلت صورة ليها مع خطيبها وقالت تلك العطلات التي تنتهي بأجمل الطرق لقد قبلت عرض الزواج وقلت نعم. دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ خالد عامر الناقد الرياضي بموقع جريدة أس الأسبانية. رجعنا سريعا الناس مكملين معاكم فقراتنا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو منورنا استاذ خالد عامر الناقد الرياضي بصحيفه اس الاسبانيه. مساء الخير عليك منورنا اكيد في قناه النادي الاهلي وكل سنه وانت طيب. مساء الفل كل سنه وحضرتك طيبه وكل سنه والمشاهدين جميعا بخير. عايزين نتكلم النهارده بقى عن حاجات كتير جدا ويمكن اهمها او ابرزها هو قياده لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي من امبارح، يعني من امبارح تولى رسميا تدريب النادي الاهلي والمباراه المقبله هي مباراه هامه اكيد ومرتقبه قصاد بيراميدز يوم الجمعه اللي جايه، شايف ازاي هيقود لاسارتي المباراه القادمه؟ احنا طيب قبل ما نتكلم عن ازاي هيقود لاسارتي مباراه بيراميدز يوم الجمعه خلينا نتكلم عن الانطباعات المبدئيه بالنسبه لاسارتي في المران الاول ليه مع النادي الاهلي. مختلف عن ناس كتير جم قبل كده، حرص جدا على صحيح. ان هو يتكلم مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي عشان خاطر يساله عن تفاصيل. سمعنا ان هم اتكلموا في مداخله تليفونيه مطوله يمكن اخذت 30 دقيقه بيسالوا عن حاجات كتير قوي فيما يخص طبعا فريق كره القدم، وكمان سمعنا ان هو كان عنده النهارده او امبارح اجتماعات مطوله برده مع الجهاز المعاون. مظبوط. وكان زي ما بيتقال كده كان في وش خشب. وش خشب مع البعض ووش حنين مع البعض
عشان يتجاوز الأزمة أو يساعد على اللاعبين على تجاوز الأزمة. عقد جلسة مطولة مع أحمد علاء لاعب الفريق اللي أخطأ في مباراة الداخلية الماضية بالهدف الأول. صحيح. عقد معاه جلسة مطولة وقعد يقول له أنه الخطأ وارد، أنه أي حد يقع فيه، حاول يديله الثقة مرة أخرى، حاول يخلي اللاعب يستعيد الثقة في نفسه، حاول يفهمه أنه الخطأ وارد بشرط أنه هو لا يتكرر مرة أخرى، بشرط أن احنا ما نقعش في نفس الأخطاء بصفة متكررة أو بشكل متكرر. عقد جلسة مع الجهاز الطبي برضو جلسة مطولة جدا عشان خاطر يعرف سبب الإصابة، إصابة عدد كبير من اللعيبة خاصة أن فيها إصابات متكررة، أبرزهم طبعا أحمد فتحي اتصاب تاني في مباراة الداخلية، إصابة هتبعده لفترة طويلة بعد هو أصلا ما كان مصاب لفترة طويلة. الإصابات ديت خلته يقعد مع الجهاز الطبي بشكل منفرد، يعرف في مطالبات كتير أغلبها على السوشيال ميديا من الجمهور بإقالة الجهاز الطبي و و و هو مش مندفع، واضح إن هو مش مندفع، مش بياخد الأمور بشكل هوائي، هو قعد عايز يعرف إيه أسباب ده، عايز يعرف إزاي هيتجاوزوا الموضوع ده قبل ما ياخد أي قرار. زي ما قلنا قعد اتكلم مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق عشان يعرف تفاصيل طبية وبدنية وفنية عن الفريق. عقد جلسة مع الشناوي، عقد جلسة مع الوافدين الجدد قبل ما ينزلوا المران، محمود وحيد، محمد محمود، رمضان صبحي النهاردة كان موجود في النادي. عقد جلسة مع المنضمين جيرالدو الأنجولي البرازيلي الأنجولي. عقد جلسة حتى مع الجهاز المعاون زي ما تفضلتي قلتي كابتن سيد عبد الحفيظ ومعاونيه عشان يعرف السيستم بتاع المرحلة المقبلة هيبقى ماشي ازاي، هو هيعمل ايه، الفريق هيخرج من الموضوع ده ازاي. فهي بداية جيدة الى حد ما، لسه ما نقدرش نحكم عليه في الملعب، لسه حتى ما نقدرش نحكم على تدريباته. من بعد لقاء بيراميدز؟ ولا طبعا من بعد لقاء بيراميدز. اولا بيراميدز مركز ثاني في الدوري، خليني بس اقول لك ان هو جاي في وقت على مباراه صعبه، برضه صعبة ما هياش سهله خالص. وحتى يعني احنا خلينا برضه نقول حتى لو كانت مباراه سهله هو صعب ان انت تحكمي عليه من ماتش واحد. تخيلي انه هو هيلاعب اختبار سريع، ده مش اختبار، ده مش سريع، ده صعب جدا. ده قد يكون اختبار مستحيل. فريق مدجج بالنجوم، فيها في محترفين جيدين جدا. صحيح. في لعيبه من المنتخب الوطني، فيها خبرات وفي عناصر شباب وفي جهاز فني قوي جدا بقياده حسام ابراهيم حسن. حقيقي. وهو بيعاني، هو الفريق الاهلي بيعاني من سوء نتائج، بيعاني من تذبذب مستوى، بيعاني من افتقاد للثقه، بيعاني من اصابات كتير. صحيح. بيعاني على جميع المستويات، فان هو يبدا بمباراة المركز الثاني على الدوري، الفرق ما بيني وما بين المركز الثاني ده 6 نقط مع وجود 3 مباريات ما بين الاثنين. بيراميدز لعب 15 ماتش معاه 30 نقطة، الأهلي لعب 24 ماتش معاه 12 ماتش معاه 24 نقطة. فبنتكلم في فرق لسه 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 الدوري فيه، بس هتبقى مباراة صعبة. بيراميدز عنده ثقة أكتر، عنده ثبات مستوى أكبر، هيبقى مباراة صعبة، من المستحيل ان احنا نحكم على اخر لقاء لبيراميدز كان قصاد انفي، انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. شفت بيراميدز هو بيراميدز اللي شفناه قبل كده؟ هو بيراميدز على طول هو هجوم كاسح، سيطرة نسبية على الملعب. في كثير من المباريات بيراميدز تعادل كتير، البطولة ديت تعادل كتير في الماتشات، بس هو بيظل خطير جدا قدام الجون. البرازيليين اللي فيه هو يمكن بس في مباراة بيراميدز كان كينو مش في مستواه المعهود. مش مستواه. صحيح. في مباراة امبي ما كانش في مستواه المعهود، ما قدمش المستوى اللي احنا عارفينه عليه من بداية الدوري لحد النهاردة. بس لا يعني يظل هو زي ما هو، اتعادل ده نقطة ثمينة جدا مع التدعيمات الجديدة لبيراميدز. متخيل شكل الفريق ده هيكون عامل ازاي؟ بصي انا دايما براهن على اللي بيكمل لحد الاخر هي الفرق صاحبة الشخصية والجماهيرية والثقة. صحيح. المتوارثة عبر الاجيال. اهلي زمالك اسماعيلي ده بيفتقدها تماما بيراميدز. بيفتقدها بيراميدز. انا كنت دايما بقول هم طبعا الكثير من اصدقائي كانوا بيقولوا انه بيراميدز هياخدوا الدوري مستريح. طب انا كنت براهن على العكس تماما. قولي لي، خلينا نعتقد الاعتقاد ده، يعني مين اللي هيتبسط بايه؟ بالفوز ده مثلا مين اللي هيتبسط؟ مين في مصر هيتبسط؟ ما حدش. مين هينبسط فعلا؟ يعني بصي احنا خلينا نحسبها، لو بيراميدز فاز على الزمالك اللي هينبسطوا الاهلاويه، لو بيراميدز فاز على الاهلي اللي هينبسطوا الزملكاويه، لو بيراميدز فاز على الاسماعيلي اللي هينبسطوا الاهلي والزمالك.
بيراميدز ملوش جمهور، بيراميدز جمهوره اعداء الفرقه اللي بيلعبها او منافسين الفرقه اللي بيلعبها. وده بيفتقد منه عنصر قوه ان هو ما عندوش جمهور داعم ليه طول المشوار. عشان كده بيقع في الفرق القليله، مش القليله انا اسف طبعا، الفرق اللي ملهاش جمهور. صحيح. بيقع قدام امبي، بيقع قدام سموحه، بيقع قدام اللي هي الفرق اللي ملهاش شعبيه جماهيريه كبيره زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري. الفرق دي هيبقى صعب جدا ان هو او هتبقى صعبه بالنسبه للفرق الجماهيريه، لان هو هيبقى ليه مشجعين من انصار الفرق الاخرى. فاهم قصدي؟ بس قدام الفرق العاديه بيقع. مين اللي هينبسط؟ محدش. يعني يعني لما يعني انا عايز اسال ساعات بسرح بخيالي، يعني بقعد ايه ده، ايه هيبقى ده، ايه النكد ده؟ ايوه انا عايز على الناس كلها. لو بيراميدز خد الدوري هيحتفل بيه مع مين؟ هينزل الشارع ينبسط بيه مع مين؟ هيرفع الدرع مع مين يعني؟ بس يعني نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي في المباراه المقبله، نتمنى التوفيق للاسارتي في المشوار اللي جاي، لان هو قدامه مشوار صعب جدا. احنا انا كنت معاكي المره اللي فاتت وكانت اخر مباراه لكارتيرون اللي خسرها، وقلنا ان جمهور الاهلي مش هيقبل باي هفوات بعد كده. النهارده انا راجع اقول نفس الكلمه للعيبه وللاداره وللنادي وكله، جمهور الاهلي مش هيقبل بانه الاهلي يفضل زي ما هو كده لبقيه الموسم. طيب مع التدعيمات الجديده متوقع شكل النادي الاهلي يختلف كثيرا؟ انا متوقع الاهلي يضم مجموعه رائعه من اللاعبين، وفي لازم نحط خط على تدعيم قوي جدا او تدعيمين قويين جدا خلال فتره يناير، هم عوده اجاي وعلي معلول. اجاي وعلي معلول قوه ضاربه في النادي الاهلي، وجودهم هيضيف الى الاداء. خلينا نتكلم على اللي جم. عندنا مشكله في الوينجات، عندنا مشكله في قلب الملعب. اتعاقدنا مع محمد محمود، صحيح. اتعاقدنا مع رمضان صبحي على سبيل الاعاره، اتعاقدنا مع وحيد. محمود جيرالدو. وحيد جيرالدو. محمود وحيد على الجانب الدفاعي بينقص بس في الاهلي شويه رتوش بسيطه، زي بينقص الاهلي مدافع سنتر. طيب. باك لو هنتكلم على المدافعين، أوكي. شايف مين دلوقتي اللي ممكن يكون مرشح ان هو يدخل قائمه النادي الاهلي في من اول يناير القادم؟ مرشح امام مجلس الاداره في قائمه ترشيحات طويله جدا. صحيح. للاعبين ممتازين. بس خلينا نتكلم برضو ان احنا عندنا ندره في مركز الدفاع في الدوري المصري عامه، والمدافعين الكويسين محجوزين. طبعا. وفي مدافعين كويسين ومش محجوزين، بس المبالغ المطلوبه فيهم من جانب انديتهم. صحيح. لو مثلا بنتكلم عن نادي سموحه، ياسر ابراهيم مثلا. ياسر ابراهيم سموحه في مبالغه كبيره. صحيح. قوي في التخلي عن لعيبته. هم لاعبين ممتازين ونادي. صحيح. سموحه ودايما سموحه تلاقي عنده احسن مدافعين. سموحه انا عايز اقول، انا عايز اشيد بالمهندس فرج عامر. صحيح. وقدرته على اداره الفريق. لانه قادر ان هو يوصل الفريق حتى لو مش بينافس على الدوري، فهو على الاقل بيوصل لمراحل متقدمه، بينافس على الكاس. السنه اللي فاتت وصل النهائي، السنه من ثلاث سنين كان واصل اللي هم لما كان بنظام المجموعتين، وصل من ضمن افضل اربعه اللي هي الدوره الرباعيه اللي اتعملت ما بين الاهلي والزمالك وسموحه، مش متذكر مين او كان باتروجيت. هو مخلي لاعبته عارفه قيمه الفريق وبتلعب كويس، ودوت بيعلي سعرهم لان هم بيلعبوا مرتاحين جدا وموفر لهم كل عناصر الراحه. شفنا محمود عبد العزيز الموسم اللي فات لما راح للزمالك كان واحد من افضل اللاعبين في خط الوسط في مصر جداً. ياسر ابراهيم كذلك. لما رجعنا تاني ناصر ماهر كان متالق بشكل رائع جدا مع سموحه وقبلها مع بتروجيت. يمكن كمان السنه اللي فاتت كان في مفاوضات مع محمود عزت قبل ما يصاب برباط صليبي. فكان في مفاوضات برده، كان مدافع كويس جدا. سموحه بتمتاز بجوده لعيبتها. احمد حمودي لاعب الاهلي الحالي كان متالق وبرز نجمه في نادي سموحه. فهو لا، نادي سموحه دايما في عناصر واعده جدا صالحه ان هي تلعب في اكبر الانديه، بس في مبالغه كبيره جدا في الطلبات الماديه من جانب مجلس الاداره. صحيح. يعني انا مع احترامي الكامل لكل لعيبه الدوري المصري ومع احترامي الكامل لنادي سموحه، ما فيش لعيب ممكن يدفع فيه 30 و25 و35 مليون جنيه. الماركت ما يسمحش، السوق ده يا جماعه ما يسمحش. لا اقتصاد مصر يسمح
ولا المستوى التنافسي بتاعنا يسمح ان احنا ندفع 35 مليون في لعيب صلاح في مدافع، او لو مهاجم ايه اللي هيتقال؟ او في مدافع كمان يعني. على كده بقى صلاح محسن اللي دفع فيه 35 مليون ده كنا ندفع فيه 80 يعني. لو هندفع 30 مليون في ياسر ابراهيم اللي هو مدافع محترم طبعا، ياسر ابراهيم لاعب رائع ومدافع قوي جدا جدا جدا, جداً, جداً صحيح. بس في الاول وفي الاخر العنصر الاكثر امتاعا في كره القدم بيبقى المهاجم صانع الالعاب، فدول اللي بيدفع فيهم مبالغ غاليه. فلما نطلب في مدافع 30 و32 و35 مليون ده شيء خيالي، مبالغ خيالي جدا. لو اتكلمنا عن بعيدا طيب عن اللعيبه الانديه بتاعتهم بتطلب فيهم مبالغ مبالغه فيها جدا، شايف مين تاني ممكن يصلح ان هو يكون موجود في النادي الاهلي؟ خليني اقول انا طموحاتي الشخصيه في محمود مرعي وادي دجله، لعيب ممتاز كان بيلعب منتخب شباب وبعدين صحيح. منتخب اولمبي، لعيب ممتاز جدا. على المستوى الشخصي انا اتمنى ان هما انه حتى يحصل نوع من انواع التواصل مع علي غزال، ونشوف الدنيا رايحه فين. انه علي غزال قيمه فنيه في الملعب قويه جدا، احترف في البرتغال، احترف دلوقتي في كندا صحيح. احترف في الدوري الصيني، عنده خبرات كبيره جدا. اعتقد ان الدوري الكندي دوري ضعيف الى حد ما، كنا قريبين في فتره من الفترات كنادي مصري كنادي الاهلي من التعاقد مع عمرو طارق، بس انتقل الى الدوري الامريكي. الدوري الامريكي بقى دوري تنافسي قوي، صعب ان هو يتخلى عن الدوري الامريكي عشان الدوري المصري. بس انا عايز اقول لك برضو ان ما كانش فيه تفاوض بشكل رسمي، ما فيش تفاوض بشكل يعني رسمي. هو بس كان فيه جس نبض زي ما بيقولوا، جس نبض، تواصل عبر وكلاء، بس كلام من بعيد لبعيد، كلام من بعيد لبعيد، بس كل دوت توقف في اول ما وصل له العرض بتاع الدوري الامريكي. عرض الدوري الامريكي من الصعب ان هو يرفضه، فحتى التواصل الغير رسمي مع اللعيب ما كملش في الاخر. بس يمكن انا اتكلمت مع عمرو، قابلته مره واتكلمنا مع بعض، قال لي حتى ان الكلام ده اللي هو من بعيد لبعيد كان كمان قبل ما يجي له العرض ده بكتير، بفتره، بشهور يمكن. تمام. ما هو كله كان في اطار، فاحنا ممكن نقول ان دي كان في اطار الاستفسارات، الاستفسار وجس النبض وكذا وكذا وكذا. لو كان في خطوه رسميه الاهلي كان هيعملها فهي توقفت عشان العرض الرسمي بتاع او الانتقال الرسمي بتاع الدوري الامريكي. علي غزال زي ما كنت بقول لعيب ليه قيمه فنيه كبيره في الملعب، بيعرف يلعب في كذا مكان، بيعرف يلعب هاف ديفندر، بيعرف يلعب سنتر باك، في حاله ال 3 5 2 بيعرف يلعب سويبر سواء متقدم او متاخر. الدوري الكندي دوري مش قوي، فده ممكن يبقى طموح شخصي ليه ان هو يرجع يلعب في الاهلي، يبقى اساسي منتخب مصر. هو دلوقتي اساسي منتخب مصر، يثبت اقدامه في منتخب مصر. الاهلي دلوقتي بقى بوابه احتراف، شفنا احمد حجازي راح الدوري الانجليزي، شفنا رمضان صبحي راح الدوري الانجليزي ورجع تاني، نتعشم ان هو يرجع تاني على فرقه اكبر ويشارك بشكل افضل. ان شاء الله يكون ليه فرصه افضل في الاحتراف. فانا اتمنى انه يحصل تفاوض مع علي غزال باي شكل من الاشكال، لانه هيضيف كثيرا لقيمه الدفاع في النادي الاهلي. ياسر ابراهيم طبعا عشان ما ننساهوش، ياسر ابراهيم هم الثلاثه اللي في دماغي، ياسر ابراهيم ومحمود مرعي وعلي غزال. طيب نروح للقاء بيراميدز، اللقاء القادم ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 6 مساء على ملعب الدفاع الجوي، اللقاء اللي من غير جمهور. من غير جمهور. طيب خلينا نتكلم عن اللقاء ده، شايف ان هو هيكون لقاء صعب؟ لا، ده هيبقى يعني ما فيش وصف يتقال يعني. لا، هيبقى لقاء صعب جدا طبعا، هيبقى لقاء مجهد نفسيا على اللعيبه. في الملعب هيبقى صراع بس هيكون في مفاجآت، هيكون لقاء غير متوقع، لان احنا هننزل معانا اكيد عناصر جديده في التشكيل، وهم برضو نفس الكلام، يمكن نشوف تغيير تام في شكل الفرقتين. بصي، مفاجآت كرة القدم دايما معودين على المفاجآت. انا بس النداء الى الجمهور ومشجعين النادي الاهلي، ما تحطوش اكسبكتيشنز عاليه، ما بلاش التوقعات الغاليه في اللعيبه اللي جايه جديد. ليه؟ اللعيبه اللي جايه جديد في حاله رهبه، لسه بتلعب للنادي الاهلي لاول مره، بخلاف طبعا اللي لعبوا قبل كده، بخلاف رمضان صبحي مثلا. بتلعب نادي الاهلي اول مره، بتلعب قدام بيراميدز اللي هو تاني الدوري باسم النادي الاهلي، ما بتلعبوش دلوقتي باسم بتروجيت مصر المقاصه صحيح. الانديه اللي هي اللي ملهاش جمهور زي ما اتفقنا. انديه طبعا مع احترامي الكامل ليها، بس ملهاش جمهور اكيد. لسه ما فيش حاله انسجام ما بينها وما بين اللعيبه اللي معاها في الملعب. والعنصر الاهم
لسه ما فيش بصمه واضحه للمدير الفني، المدير الفني لسه بنجربه لاول مره، هنتدرب معاه 3 4 ايام بس كخطه محطوطه في الملعب، كاداء تكتيكي، كتحركات في الملعب، كتغييرات فنيه، لسه كل دوت مجهول بالنسبه للعيبه زي ما هو مجهول بالنسبه للجمهور. ده هيحد كثيرا من قدرات اللعيبه، وان كانت لعيبه رائعه فهو هيحد كثيرا من قدراتهم الفنيه في الملعب. انا عكسك تماما، متفائله جدا باللقاء. انا متفائله جدا على فكره، وحاسه ان كمدير فني جديد هيكون ليه بقى فاهم اول بصمته كده، هيكون حريص جدا ان هو يسيب بصمه مهمه في اول لقاء، هيكون اللعيبه عاملين له حساب اكبر بكتير، الموضوع هيكون مختلف. انا بص انا شايفه ان اللقاء القادم ده انا متفائله بيه. انا ما قلتش ولا ان انا متفائل ولا ان انا متشائم. انا بقول هنتس بس. انا بقول الجمهور ما تتعشموش قوي في اللعيبه الجديده، ممكن اللعيبه القديمه تعمل حاجه، ممكن الغربال الجديد ليه شده زي ما بيقولوا، ممكن لاسارتي ينزل الملعب اول ان اول، فاهم قصدي؟ ان هو انا هكسب الماتش ده باي طريقه، يحط خطه فنيه كويسه، يوظف اللعيبه بشكل مختلف، قدامه فتره اسبوع كامل من اول ما بدا التدريبات لحد المباراه اللي جايه يحكم على اللعيبه. وهو لما قعد مع اللعيبه طبعا هو بيتابع برده من قبل كده، هو لما قعد مع اللعيبه قال لهم انا عارف كل واحد فيكم كويس، وعارف امكانيات كل واحد فيكم كويس، وعارف انا هستخدم كل واحد فيكم ازاي. فهو واضح ان هو عنده صوره كامله. طبعا برضو هو متابع كويس وتواصل مع كل المتواصلين مع الفريق او المختصين بالفريق سواء السابقين او الحاليين عشان يحطوا صوره كامله للفريق. ده هيديله فرايتيز اكتر في قياده المباراه. نتعشم خير، نتعشم اولا واخيرا المباراه تطلع كويسه، مباراه تليق بتاني الدوري المصري وببطل الدوري المصري للنسخه السابقه، وان شاء الله الافضل يفوز، وباذن الله الاهلي يكون افضل باذن الله. طيب نروح للدوري المصري الممتاز بشكل عام، شايف ايه المختلف؟ ايه اللي بيحصل جديد؟ شايف ازاي المنافسه على المربع الذهبي؟ شايف ازاي كمان المنافسه على مراكز الهبوط؟ مراكز الهبوط انا صعبان عليا الاسماعيلي جدا. جدا الاسماعيلي وصيف الدوري. الاسماعيلي اللي بيشارك في بطوله الاسماعيلي اللي انهى الدوري السنه اللي فاتت متقدم في مركز الدور الاول، مركز ثاني كان بيلعب في بطوله افريقيا، عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا خلال الميركاتو اللي فات، عمل تعاقدات كويسه جدا، جاب تقريبا 12 لعيب كان ابرزهم عصام الحضري كابتن منتخب مصر والتاريخ الطويل جدا في الدوري المصري. ده يبقى حال الاسماعيلي. انا متضايق. بقول لك ايه، خليني جمهور الاسماعيلي. صحيح، خلينا نرجع كده للاسماعيلي، هنلاقي ان الاسماعيلي حصل له دروب من اول ما تخلى عنهم المدير الفني السابق ليهم في الموسم اللي فات من الدوري المصري الممتاز سباستيان دي صبر. مظبوط. حتى فيريرا لما جه مسك ما قدرش يعوضه. فييرا مش فيريرا، فييرا. انا كنت متوقع ان فييرا هيشتغل شويه. فييرا شفنا الفتره بتاعته مع الزمالك كانت رائعه، عنده فكر مختلف وعنده حاجه ممكن يقدمها. كانت مش اداء باهت جدا، فريق صحيح. فريق ملوش طعم. مش الاسماعيلي، خير الدين مضوي. خير الدين مضوي انا كنت متفاجئ بان هو مش مقدر قيمه الاسماعيلي. طبعا مع احترامي الشديد للنادي الاهلي، انا في قناه النادي الاهلي فما ينفعش اقول كده، بس هو في مباراه الاهلي في الدور الاول، اول مباراه افتتاحيه، هو كان افضل كتير من النادي الاهلي في الملعب، كان كويس. جاب الجون فجاه، تراجع بكل الصفوف بتاعته، لعب دفاع منطقه وبدا هو تقريبا مش مصدق ان هو كسبان النادي الاهلي، فلعب كل اللعيبه بتاعته، كان ناقص ينزل هو يقف معاهم جوه ال 18 عشان يطلع الكور. هو مش مقدر قيمة الإسماعيلي، بيلعب صحيح. دفاع أكتر من اللزوم، الكرة السامبا الجميلة بتاعت الإسماعيلي اللي مش بس جمهور الإسماعيلي بيحبها، اللي جمهور مصر عامة بيحب يتفرج عليها، مش موجودة خالص دلوقتي، مش بسبب خير الدين مضوي بس، بسبب اللي قبله واللي بعده، وهو بس هو تحديدا. أنا بالنسبة لي أنا كنت شايف إن هو مدير فني عربي، عارف الإسماعيلي كويس وعارف اللعيبة كويس وعنده فكر متحرر شوية، ممكن يساهم شويه في تطوير الجانب الهجومي في الاسماعيلي. خالف كل توقعاتي، لعب صحيح. دفاع بحت، حتى مش دفاع يعني، احنا ايام هكتور كوبر، هخرج من الموضوع شويه انا اسف، لا. ايام هكتور كوبر كنا بنتعادل، كنا انا اسف بنلعب دفاع بس بنحقق التارجت، الجمهور كان معترض واحنا كنقاد متضايقين ان احنا مش ده مستوى منتخب مصر، بس في الاخر وصلنا نهائي افريقيا، تاهلنا لافريقيا بعد 3 مرات ما بنتاهلش، وصلنا كاس عالم، عملت اللي انت عايزه. خير الدين مضوي ولا عمل اداء
ولا عمل نتائج. فده انا صراع الهبوط بالنسبه لي الظاهره الابرز فيه هو الاسماعيلي. لازم مجلس الاداره يلحق يلم نفسه سريعا جدا قبل ما يلاقي نفسه في ان شاء الله مش هيهبط، بس ان شاء الله تكون الامور مختلفه تماما. بس في مركز ما الاسماعيلي في الدور الثاني، يعني في حاجات كتير قوي هتخلص في الدور الثاني. لا في امور كتير هتتغير، بس لازم يلم نفسه بسرعه. الظاهره برضو المميزه بالنسبه لي في الدوري المصري السنه دي المقاولين العرب. المقاولين مقدم مستوى رائع جدا حقيقي. جدا جدا حقيقي. احمد علي بيثبت ان هو كانت فتره سيئه شويه في الزمالك، ما خدش الفرصه الكامله، مش الفرصه الكامله، هو حتى الاداء بتاعته، لا هو خد فرص بس الاداء بتاعه ما كانش متوافق مع النادي. رجع تاني يثبت ان هو واحد من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر. صحيح، جاب جون في النادي الاهلي في ماتش المقاولين والاهلي، جون مهاجم رقم 9 قناص، بس اللي هو اللي يعرف يجيبه. لعيب الله اكبر عليه، مهاجم زي الكتاب ما بيقول. صحيح. طاهر محمد طاهر طالع بقوه رهيبه. عندهم عناصر مميزه، عندهم عناصر مميزه جدا. لو اتكلمت على المهاجمين، الظواهر المهاجمين في الدوري المصري، انا صلاح امين ده كان غايب عننا فين من زمان، عن الدوري المصري كله. سبحان الله، صلاح امين يا جماعه حقيقي. انا بقالي برغم ان سنه كبير، مش صغير، بس انا بقالي 3 4 سنين مفيش كده. مفيش كده فعلا. انت قلت الكلمه اللي انا عايز اقولها، مفيش كده. بيلعب مع اي فرقه كبيره صغيره، معاه عناصر تساعده، ما معاهوش، التيم حالته كويسه، التيم اوف جيم، اي حاجه صلاح امين بيلعب، صلاح امين بيسجل، صلاح امين مصدر خطوره رهيب جدا. شفتنا جول على اي فرقه مهما كانت، اي فرقه حقيقي. شفنا الجون اللي جابه في الزمالك، دخل ورقص وعدى وجاب جون. مهاجم برضو. انا بالنسبه لي الظواهر الهجوميه في الدوري هي الاكثر تميزا في سنه 2018 او في الموسم ده تحديدا. احمد علي، صلاح امين، طاهر محمد طاهر زي ما قلت، هم الابرز بالنسبه لي لحد دلوقتي. طيب نرجع بقى نتكلم عن 2018، بما اننا احنا اخر يوم في 2018. طيب لو بنعمل احصائيات كده، تدي جايزه افضل مدافع لمين؟ جائزة أفضل مدافع لمحمود علاء. محمود علاء. صحيح. مدافع مهاجم. هو لعيب شامل. بيعرف يطلع الكرة كويس. صحيح. من تحت بيعرف يلعب كويس، بيلعب بدماغه كويس. هادي، رايق على الكرة، ليه غلطات أحيانا بتأدي إلى كوارث، بس ده حال كل اللعيبة. أكيد. أي لعيب خاصة في مركز حساس زي مركز الدفاع، زي ما كنا بنقول وإحنا بنلعب في الشارع، الغلطة بفورة. هي الغلطه بفوره بالنسبه للمدافعين، بس هو اوفر اول ككل، لا هو لحد دلوقتي الاكثر ثباتا في الدوري. افضل باك يمين. انا عايز اديها لكريم نيدفيد والله على اخر. والله يعني عايز اديها لكريم نيدفيد على اخر كام ماتش. يستحق. جميل قوي، جميل قوي قوي قوي، بس لا افضل باك يمين على السنه كلها اكيد احمد فتحي. احمد فتحي بخلاف الكام علي معلول. معلول. طيب لو رحنا لوسط الملعب، وسط مين الملعب؟ نجم وسط الملعب بالنسبه لك؟ برضو كثبات. انا بحب حسام عاشور قوي. انا بالنسبه لي حسام عاشور ايدل، يعني حد لا غنى عنه في الحياه عامه، مش في الكوره بس. صحيح. بس انا هديها لطارق حامد، لانه طارق حامد ثبات المستوى بدايه من اول السنه، احنا بنديها على السنه. من اول السنه لحد دلوقتي حسام عاشور غاب كثيرا بسبب الاصابه للاسف الشديد. ممكن اديها لطارق حامد، ممكن اديها لمحمد محمود بتاع وادي دجله برضو. مقدم موسم هايل. ممكن اديها لعمر الوحش الاسماعيلي، برضو عامل سنه رائعه. أكيد. رائعه اكيد. طيب افضل مهاجم محلي وافضل مهاجم اجنبي. افضل مهاجم اجنبي ازارو. افضل مهاجم محلي صعب قوي دي. صعب قوي، لانه انا مشكله لما نقول ان هي صعبه دي، مشكله تحس ان انت منتخبنا ايه بقى. والمشكله بقى ما لسه عايز اتكلم في المشكله دي، مع ان هي صعبه. اللعيبه اللي احنا مش عارفين نختار ما بينهم، ما فيش حد فيهم بينضم منتخب. في عهد هيكتور كوبر الحمد لله العهد ده اتغير. الحمد لله. الحمد لله. يعني احمد علي زي ما كنت بقول. طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر دلوقتي بدا ياخد فرصه. وانا مبسوط جدا بده. احمد علي، صلاح امين، طاهر محمد طاهر، مروان محسن. للاسف الشديد يعني انا كنت، انا في ناس كتير هتشتمني بسبب الموضوع ده، بس انا بحب باسم مرسي.
يعني انا شايف ان باسم مرسي كخامه مهاجم تقريبا يمكن اتعرض لكثير من المشاكل لما كان موجود في نادي الزمالك، وكان لما سافر للاسف ما قدمش اي حاجه خالص تذكر ابدا خالص في مشواره الاحترافي في اليونان خالص. انا شايف ان باسم مرسي واحد من المهاجمين المفروض يبقى حاجز مكانه في المنتخب وهو حاطط رجل على رجل، لانه امكانيات بس مهاجم بس هو مش متابع صحيح، هو مش مركز مع الكوره، مش عارف ليه. فلو اخترت ممكن اختار اربعه، اختار ممكن اختار اربعه هم اللي قلتهم: طاهر محمد طاهر، مروان محسن، احمد علي، صلاح امين. صلاح امين. طيب افضل بقى مدير فني في 2018، احنا بنتكلم بقى على الموسم اللي فات والموسم الحالي في 2018. وممكن نقسمهم للدور اللي فات، يعني الموسم اللي فات الموسم اللي فات حسام حسن، النص الاولاني حسام حسن، النص الثاني جروس كريستين جروس. عامل موسم رائع رائع. ولو اخترت احنا قلنا افضل مهاجم وافضل مدافع، لو اخترت افضل محترف بصفه عامه انا هديها لفرجاني ساسي. انا معجب بيه جدا. افضل صانع العاب عامه في 2018، افضل صانع العاب في 2018. مركز صناعه اللعب في مصر بقى شحيح قوي، يعني ما فيش صانع لعب بالشكل اللي المفروض يبقى موجود، يعني مفيش تريكا، مفيش عبد الله السعيد، مفيش وليد سليمان. وليد سليمان يستحقها، بس وليد سليمان مش صانع لعب، يعني وليد سليمان انت ممكن انت تقصدي صانع لعب اللي هو افضل مركز 10 ولا صانع لعب بشكل عام؟ بشكل عام وليد سليمان، لان هو بيصنع لعب بس من الجنبين، ما بيصنعش من قلب الملعب، بس بشكل عام لا وليد سليمان قطعا. وليد سليمان بالنسبه لي افضل لعيب في السنه كلها. صحيح، يستحقها حقيقي. ويمكن من اكتر الحاجات الغريبه اللي حصلت في 2018 بقى من وجهه نظري عدم انضمام وليد سليمان للمنتخب الوطني. لا ده لغز الالغاز. بصي انا عندي لغزين، لما نبعث من جديد ان شاء الله هبقى اسال ربنا اللغزين دول اتحلهم ايه. وليد سليمان وحسام عاشور، انا اللغزين دول انا ما عنديش اجابه ليهم. يمكن ما همش الجنسيه المصريه مثلا، ممكن مش عارف، يعني انا مش عارف والله. يعني حسام عاشور هل شفنا لاعب خط وسط مدافع زيه في تاريخ مصر؟ لا مفيش. لا حلو، اداء موجود، بطولات موجود، التزام فني في الملعب وتكتيكي والتزام خارج الملعب موجود، قيادة للفريق لما بقى قائد وقيادة للفريق من قبل ما يبقى قائد موجود. السبب ان هو ما بينضمش للمنتخب ايه؟ ده شيء مجهول. انضم ماتش وقال لك مستواه كان وحش. طب ما في لعيبة كتير قوي اخدت اكتر من 20 فرصة عشان تثبت ان هي كويسة. انت ضميته ماتش قدام البرتغال اللي هي البرتغال ولعب وحش، دي البرتغال يا جماعه. بس فانا بالنسبه لي عدم انضمام وليد سليمان وعدم انضمام حسام عاشور هو لغز الالغاز الغير مبرر بالنسبه للاجهزه الفنيه في المنتخب الوطني، وغير مبرر بالنسبه لي انا كجمهور، يعني ما اعرفش، مش لاقي لها اجابه فعلا. طيب اسالك بقى عن امنياتك، بما اننا بننهي النهارده حلقتنا ودي اخر حلقه في 2018، تقول لي امنياتك ايه ل 2019 للرياضه المصريه وتحديدا للكوره. للرياضه المصريه وتحديدا للكوره، اتمنى مصر ترجع تاني على منصه التتويج في دوري ابطال افريقيا، وترجع تاني على منصه التتويج في الامم الافريقيه، كاس امم افريقيا. وصلنا مركز تاني المره اللي فاتت، المره دي عايزين ان شاء الله، بقالنا كتير قوي غايبين عن البطوله، بقالنا كتير غايبين عن المنصات، فعايزين نرجع تاني ان شاء الله. كاس العالم لليد لكره اليد في يناير، اتعشم ان شاء الله المنتخب الوطني تحت قياده المدير الفني الاسباني الجديد يقدر يقدم مستوى جيد ويقدر يرجع تاني انجاز 2001 رابع العالم، او يعدي ان شاء الله. ده على مستوى الرياضه في مصر. على المستوى العالمي اتمنى محمد صلاح ياخد بالون دور باذن الله. يا رب ان شاء الله. الاول يحقق البطولتين، ياخد بالون دور باذن الله ان شاء الله، دوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا باذن الله. يا رب ان شاء الله. وحاجه مهمه جدا، انا اسف، ايوه، اتمنى تريزيجيه يروح اي حته كويسه، اي حته غير القاسم باشا. لاتسيو مقدم له عرض يروح لاتسيو، يروح. بس يمكن انا سامعه ان في مبالغه كبير قوي ومغالاه كبيره قوي من فريق قاسم باشا، مش عايزين يفرطوا فيه بسهوله وحقهم بصراحه. بصي هو مش مغالاه، خلينا بنقول هي مش مغالاه، هو العرض اللي متقدم ب 4 مليون وهو عرض غير رسمي برضو، خلينا نقول في
زي تفاوض غير رسمي كده تسريب ان هم عايزين ندفع 4 مليون وناخده. مفيش عرض رسمي اتقدم ولا اي حاجه. قاسم باشا قال لك انا مش هنتخلى عن اللاعب باقل من 10 مليون وبعدين رجع قال لك 8 مليون. الانديه المهتمه سريعا بتريزيجيه. في لاتسيو قدم اللي هو العرض الغير رسمي ده. روما ما قدمش عرض بس بعت سكاوترز عشان خاطر يتابعوا اللاعب في المدرجات. في أندية في الدوري الإنجليزي لم يتم الإعلان عنها بس في على الأقل ناديين في الدوري الإنجليزي. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله. أي حاجة في دول لأن هو يستحق فعلا. يستحق جدا إن هو يروح فرقة كبيرة. يستحق جدا. بشكرك جدا أستاذ خير العامر الناقد الرياضي في جريدة عسل الإسبانية، نورتنا النهاردة في كلام في الميديا. كل سنة وأنت طيب، إن شاء الله السنة الجاية تكون سنة كلها سعادة عليك وطبعا أكيد على مشاهدينا. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله بكرة في حلقة جديدة من كلام في الميديا. سنة سعيدة لحضراتكم.